افتتاح سوق الأسهم السعودية. أما الآن فراوية ومحمد لديهم المزيد في صباح العربية. شكرا لك يا صبا، بالفعل لازم نقعد وتشرحي لي اكثر بركي شوي عن موضوع الاستثمارات، بس احنا بدنا نخبرك هلا عن موضوع بتهيألي بهم جميع النساء وكل مرأة. بتنضم لنا طبعا مشاهدينا خبيرة التجميل من بيروت ليلى عبيد، اللي اصدرت كتاب مؤخرا يعتبر موسوعة في عالم الجمال. صدر هذا الكتاب تحت عنوان مملكة الجمال، واعتبر من الاكثر او الكتب الاكثر مبيعا في العالم. ويعني الواقع انه ليلى عبيد تبحر في هذا الكتاب في عالم الجمال الواسع، وتدخل خباياه، وتتضمن فصوله سردا تاريخيا لتغير مفاهيم الجمال عبر العصور، وتغير ايضا نظرة المرأة لكيفية ابراز جمالها، كما يتضمن نصائح كثيرة ومفيدة، ومن ابرزها وصفات لماسكات تحضر في البيت. طبعا مشاهدينا رح نتعرف اكثر على ليلى وعلى كتابها مملكه الجمال. الان تنضم الينا من بيروت. صباح الخير ست ليلى، ومبروك على الكتاب. طبعا جميل جدا انه يكون كتاب مثل هذا من اكثر الكتب مبيعا في العالم. صباح النور، انا بشكرك لهالمقدمه، وانا سعيده اني اليوم في قناه العربيه، وهيدا تكريم ثاني لكتاب مملكه الجمال. طيب ست ليلى، طبعا لاحظت انا اخذت يعني نظره متعمقه شوي في الكتاب، في يعني كثير من المعلومات عن مكونات الجمال لدى المراه، كيف تعتني ببشرتها، رح نحكي اكثر عن هذا الموضوع، بس لفت نظري انك بديتي باعطاء لمحه تاريخيه عن تاريخ الجمال عبر العصور، وكيف اختلفت هاي النظره، نظره للجمال من عصر لاخر. ليش قررتي انك تبدي بهاي الطريقه؟ للجمال عظمة وللجمال تاريخ، ما فينا ننطلق من الجمال دون العودة لهالعظمة الكبيرة يلي استحدثها جمال جميلات السابقات. بالحقيقة لنحكي عن الجمال بعصرنا هلأ، حيث انضم إلنا بعض من جماليات العصور السابقة، وحافظ عصرنا على جمال واحد مستنسخ. كان لابد من العودة من أجل المحافظة على القيم الجمالية، وأنا أرى بشكل شخصي أنه آن الأوان لتوديع باربي ولإظهار الجمال بقيمته الحقيقية، أي بقيمة الشخصية العربية إذا أردت أن أقول كجمال المرأة العربية، أو بقيمة أخرى عودة موضة الجمال الشرقي ليحتل المرتبة الأولى في صفحات الجمال العالمية، وداعا لكل ما كان هناك من، إذا أردنا نقول، من شعار من هالألوان الفاتحة، عودة إلى الجمال العربي العربي الذي لا يقلد، إنما هو جمال شخصية بارزة. نعم. نحافظ على قيمتها. نعم. يعني ست ليلى، يمكن بفهم من هالكلام اللي قلتيه نقطتين. أولا بأنه الجمال ليس بالضرورة جمال الشقراء وذات العينين الزرقاوين يعني، وبنفس الوقت أنه الجمال لا يكون بالمبالغة في عمليات المكياج، إنما أردت أنه تبرزي هذا الجمال وتحديدا الشرقي بالأشياء الطبيعية. نعم، التجانس والانسجام هو بذات أهمية للحديث عن الجمال ولإيجاد لكل سيدة ضمن شريحتها. سوف تجد لنفسها مكانة في إذا حافظت على بعض مستلزمات هذه الشريحة وبرزت جمالها بشكل خاص بها. أردت أن أقول أن سيمفونية الجمال هي إبداع، ولكن هي شعور من الداخل يظهر إلى الخارج، يمتزج بفن خاص وببعض الالتزام والأناقة والجاذبية والثقافة، وهذا هو كتاب مملكة الجمال. نعم ست. طب ست ليلى، ايضا في كتابك كان في العديد من النصائح العمليه للسيده، تنام بكير، تبتعد عن الاضطراب النفسي والقلق، وايضا كيف تحافظ على بشرتها، بس لفت نظري برضه من اهم الشغلات انه في عده ماسكات
أو خلطات تحضر في البيت كلياتها مكونات طبيعية من البيت حتى تساعد السيدة حتى تحافظ على بشرتها. على إيش استندتي بمكونات أو اختيار مكونات هاي الماسكات؟ عن خبرة ولا من ناحية طبية ولا يعني كيف قدرتي تطلعي هاي الوصفات؟ بالواقع هي امتزاج للخبرة، امتزاج للمعلومات التي توارثناها إلى جانب التجربة. كان لابد للتجربة أن تجد لنفسها فسحة في هذا الكتاب، إنها تجربة وخبرة طويلة المدى. أوجدت لنفسي بعض المكانة الخاصة ضمن فصل حواضر البيت، إنه عودة إلى المحافظة على الجمال بشكل طبيعي، ولكنني لم أنسى المعاهد التجميل ومراكز التجميل والجراحة التجميلية حيث وجب القيام بها. نعم. كل ما يتعلق بالأمور الطبيعية بات لها نوع من الانتباه الخاص في مجتمعنا، وهي أمور بات المحافظة عليها أمر ضروري لإظهار الجمال الصحي إلى الخارج. نعم. طب ست ليلى، يعني كما ورد بأنه هناك في ماسكات أنت يعني أوردتيها في كتابك تحضر في البيت طبيعية، لو بشكل سريع يعني توجزي لنا طبيعة هذه الماسكات وكيف الست في البيت تقدر تحضرها بنفسها؟ ما في شك، رح نعطيها بعض هذه الوصفات لحتى نكون اليوم استفدنا من صباح العربية والسيدات يلي عم بنصبحن اليوم من خلال هالشاشة. رح نبتدي ببعض الأقنعة، قناع خاص للبشرة العادية لإطفاء النور والجمال إلى البشرة، قناع للبشرة الجافة وقناع للبشرة الدهنية، وقد يكون قناع للإسوداد والتعب والانتفاخ حول العينين. يعني هدول أكثر. ماذا تختار؟ هي الأكثر أكثر استعمالا يعني أو إفادة بالنسبة. نعم. للسيدة. نختار، مش عارفة إيش. ما في شك. تختار. لا هي ست ليلى رح تختار يعني. أهم الماسكات يعني. أو تختار ماسك يطفي نورا خاصا للمناسبات. حلو، خلينا أو لتحويل بشرة سمراء إلى بيضاء، وأقصد هنا السمراء النقية. خلينا نبدأ بماسك ماسك المناسبات. للمناسبات نبتدي بوضع قطعة من العجين في ميكسر، ثم نضيف ملعقة من الخميرة مذوبة بملعقتين من الحليب الفاتر، ثم نضيف زلال بيضة مخفوق جيدا، ثلاث نقط من الزيت، ملعقة من النشاء مذوبة في ثلاث ملاعق من ماء الورد، نضع هذا المزيج في الميكسر ونقوم بخلطه جيدا. ولن أكون بخيلة وسوف أقدم قناعا آخر وسهل التحضير، وهو أن نضع ملعقة كبيرة من النشاء مع ثلاث ملاعق من اللبن، أي اللبن الزبادي، وملعقة من العسل مع ثلاث نقاط من الزيت، إن كان القناع الأول أم الثاني كلاهما يظهران نور ويعطيان للمكياج إضافة لإشراقة خاصة واستقبال للمناسبات، إن نعم. كان قبل زفاف أو قبل مناسبة خاصة. نعم. ست ليلى، يعني بتهيأ لي أنه هالوصفة هاي وكأنه أصبحت وجبة شهية يعني ما شاء الله. صحتين عسل وجبة شهية. طيب الآن ولكن يعني توضع فقط 7 دقائق على 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 الوجه. نعم. ثم تنزع بالماء الفاتر. نعم. أنا كنت بدي أسأل في الواقع عن الوقت اللي بتقدر الست يعني تستخدم هذه الوصفة، في أي وقت تحديدا بتقدر تستخدمها ويكون مفيد بالفعل لبشرتها؟ نهار أو بالليل يعني. نعم، بالواقع من المستحسن أن يكون وقت راحة، إذا كان صباحا أو مساء يستحسن إيجاد الراحة، لأن الراحة هي من شأنها أن تستميل هذه الفيتامينات الخاصة والمكونات إلى داخل الجلد وإطفاء النور والنضارة. إعطاء فسحة من الراحة في أي وقت هو الأهم،
إنما من المستحسن أن يكون هذا الوقت قبل النوم إذا كنت أحضر نفسي لمناسبة في اليوم الثاني، وإذا كان في اليوم ذاته يستحسن أن يكون قبل بأربع ساعات لكي يستعيد الجلد تمدداته الطبيعية. نعم. طب ست ليلى، خلينا نحكي أكثر عن هلأ، عن الموضة هلأ شو دارج في ألوان المكياج مثلا. إحنا طبعا داخلين على فصل الصيف، عادة الألوان الفاتحة بتكون هيك الصارخة هي مناسبة أكثر. إيش أكثر شيء دارج هلأ من واقع خبرتك؟ دائما يدخل الصيف مع الربيع، فيقال مكياج ربيع وصيف 2006، وكأنهم يريدون أن يبقى الربيع زاهيا بألوانه الزاهية، فيضفي إلى ألوان الشمس الطبيعية والألوان الترابية التي نستميل نفسنا لها في خلال فصل الصيف، فتكون الموضة ممتزجة ما بين ألوان الزهر والأزرق والأخضر والموف، كلها لتعطينا نوع من النور والشفافية بالألوان. وسيدة الموضة لهذا الموسم هي الألوان الملمعة، فدخل الزهري ليكون ملمعا والأزرق ملمعا حتى الأسود ملمعا، فكان لابد من إيجاد هذا النور الخاص للإبقاء على شخصية السيدة الشفافة الذي ابتدى مع عام 2000 ليستمر لعام 2006. موضة الشفافية، اللمعية، الترانسبيرنسي، كلها أمور لتعكس داخل السيدة إلى الخارج بشخصية شفافة. ست ليلى، في الواقع أنه البنات والسيدات والآنسات يعني أشكال مختلفة، هذه اللي حكيتي لنا عنها عن يعني الدارج إلى ربيع وصيف 2006 يناسب كل يعني الفتيات والسيدات؟ ما في شك، عندما تكون الموضة لإظهار النور فهذا أمر من شأنه أن يليق بجميع السيدات وبجمالهن. أرى أن هذا الموسم كان له جوهرة خاصة في عالم المكياج، كلنا نريد أن نتبرج لكي نعطي لنفسنا قيمة جمالية خاصة، إنما هذه المرة كان للتبرج نور وكأنه جواهر على وجه السيدة، على عينيها، على شفاهها، ليعطي هذا النور استمدادا للدايموند لوك وما يقال عن اللوك الماسي. نعم ست ليلى، طبعا احنا هيك مرينا مرور سريع شوي يعني على كتابة مملكة الجمال، تحدثنا بشكل مقتضب عن الماسكات والأقنعة، ان شاء الله رح تطلعي معنا ان شاء الله ونستضيفك في حلقات قادمه نحكي بالتفصيل اكثر عشان المشاهدات يستفيدوا اكثر بشكل تفصيلي من هالخبره الطويله ويحافظوا على بشرتهم. بنشكرك كثير وان شاء الله رح نشوفك في حلقات قادمه. شكرا. انا بشكرك اكثر. شكرا. شكرا لليلى عبيد ملكه مملكه الجمال، ونتوجه الان الى محمد عسول واخبار الرياضه. مشاهدينا، مدام ليلى عبيد اليوم بتتلقى اتصالاتكم مباشرة على الهواء، وأنا بدي أعيدك مدام ليلى بمناسبة عيد الأم، والله يخليكي للثلاث صبايا يا رب. الله يحميكي. شكرا. وأنا بدي أقول كمان إنه بدعوة من المملكة العربية السعودية وتحديدا العائلة الملكي ومنتجع يبريم الملكي، تم توقيع كتابك مدام ليلى قبل ما ينزل على المكتبات بالسعودية، وهيدي تحية كثير كبيرة من المملكة ومن أهلنا بالمملكة لإلك ولعالم الصباح ولتلفزيون مستقبل. شكرا لإلك. وكمان حسب معرفة أنه الكتاب أحدث ضجة كثير كبيرة، وكمان كتب عنه بكثير من الجرايد البان أراب، وكانوا عم يسألوا أنه شو سبب هالضجة، يعني ليه هالقد أخذ الكتاب هالضجة كثيرة، وكمان يعني فخر كثير كبير لنا مدام ليلى انه هلا الطبعه الرابعه يمكن ان الله راد. ان شاء الله. بالواقع منى هيدا شرف لنا، الشرف من هالدعوه من منتجع يبرين ومن العائله المالكه، او هيدي تحيه لمنتجع يبرين الملكي من هالدعوه الملوكيه يلي حقيقه
كرمت فيها وكرم كتاب مملكة الجميل وداعمي الكتاب، لأنه بالحقيقة نحن من على هالشاشة، شاشة تلفزيون المستقبل، الكتاب كان له غير وجود، كان له غير اتجاه، كان وكأنهم عم بيشوفوه. وأكيد دايما للناشر أكاديميا الدعم الكبير، كل هالأمور ساهمت بإنجاح هالعمل يلي صار ويلي وصل هالمؤلف إنه يكون في عنده نوع من التكريم فينا نقول بأرض المملكة العربية السعودية، وخاصة تعرف على المرأة العربية، على المرأة الشرقية، على المرأة بالمملكة العربية السعودية، اللي بوجه لها تحية كبيرة من بعد ما التقيتهم بهالثلاث أيام الماضيين. ونحن كمان أكيد رح ننتقل لنشوف هالربورتاج عن الحدث. شكرا لحضور لجميع من حضر اليوم. خبيرة التجميل الأخصائية في علم الجمال والتجميل السيدة ليلى عبيد، صاحبة الخبرة الطويلة في هذا المجال وصاحبة سنتر عبيد الذي يعنى بجمال المرأة، معدة ومقدمة برنامج بيوتي من عالم الصباح في تلفزيون المستقبل، حاضرت في مختلف أنحاء العالم حاملة رسالة الجمال وصحة الجمال، قائلة بأن كل امرأة يمكنها أن تجد لنفسها مكانا ضمن الشريحة التي تنتمي إليها، شرط أن تسعى لتحقيق المواصفات المقبولة ضمن هذه الشريحة، أي ضمن المجتمع الذي تعيش فيه. خبيرة التجميل تدخل اليوم المملكة العربية السعودية ككاتبة من الطراز الأول في كتاب يحمل عنوانا كبيرا هو مملكة الجمال. كان لابد من كتاب مملكة الجمال لما سيوفره هذا الكتاب من معرفة ضرورية لإبراز جمالك والمحافظة عليه. وبدعوة خاصة من العائلة المالكة، دعيت السيدة ليلى عبيد لتوقيع كتابها مملكة الجمال، وها هو الكتاب في ربوع المملكة العربية السعودية، ولأول مرة في هذا البلد الأمين والآمن بإذن الله، حيث يدخل لأول مرة من الباب العريض متوجا بتوقيع ملكي بحجم المناسبة. كتاب أحدث ضجة في معرض الكتاب الدولي، محتلا المركز الأول عن فئة الفنون الجميلة، كما أحدث ضجة إعلامية وتساؤلات عن سر هذا النجاح وسبب الإقبال على العرض والطلب لهذا المؤلف الذي هو موسوعة في التجميل وصناعة الجمال. وختاما، بعد دعوات عدة من مختلف المنتجعات ومراكز التجميل، وافقت السيدة عبيد على وضع لمساتها الخاصة فقط في منتجع يبرين، لتستقبلك في برنامج جمالي خاص في الأيام 11، 12، و13 من شهر مارس. حضرة السيدة ليلى، لك منا الشكر لحضورك، لك منا التقدير لكتابك الموسوعي القيم والفريد من نوعه. أهلا وسهلا بك في بلدك الثاني المملكة العربية السعودية، وتحية للبنان الشقيق ولناشر الكتاب دار النشر أكاديميا ولتلفزيون المستقبل. هذا الكتاب ها هو يشهد النور بالمملكة الحقيقية، ألا وهي المملكة العربية السعودية. عاش الجمال مثقفا مهذبا من كل شوائب في كتاب مملكة الجمال. عاشت أكاديميا بإصداراتها المتميزة،
وهي ناشرة الكتاب. عاش تلفزيون المستقبل داعما له بشاشته التي تزوركم في منازلكم يوميا. لن أنسى احتضانكم لي وللجمال الذي ينشر اليوم برعايتكم الكريمة ومن منتجع عبرين السياحي. شكراً لرعايتكم الرائدة. البقاء لكم للقلم وللجمال. البقاء للمملكة العربية السعودية. حلو كثير، مبروك مدام ليلى، وتحيه كمان منا خاصه لكل اهل المملكه العربيه السعوديه اللي معروفين قد ايه بيهتموا بمواضيع الجمال وكل شيء بيتعلق بالجمال وكل شيء بيتعلق بالمراه. قبل هيك يعني من هون لنتقى اتصالات، بدي اعرف كمان اكثر تفاصيل عن هالمشوار هيدا اللي استمر ثلاث ايام، وايضا كمان عندك تواقيع ان شاء الله مقبله ببعض الدول العربية. نعم، التوقيع المقبل اللي حيكون بالمملكة الهاشمية أي الأردن، ولح ندخل كمان الكويت من الباب العريض. عنا توقيع قريبا رح نحكي عنه، وإن شاء الله كمان بيتم تحضير ريبورتاج خاص عن هالحدث. إنما اليوم بدي أتشكر إبرين، هالمنتجع الملكي الخاص، هالمنتجع الجمالي يلي موقعه ما بيمتاز إلا بجمالية خاصة وصحية للجمال. ما فينا نحكي جميل إلا ما نطلع موقع. أنت بتطلع بلبنان بتشوفي جبال، بتشوفي جمالية، إنما هالموقع وكأنك عم تحسي سويسرا الشرق. والأشخاص اللي فيه باختصاصاتهم العالية القيمين عليه، مدراءه، أصحابه، كان في نوع من الاستقبال الملكي الخاص. يعني بفتكر انه تحسي انه رولز رويس عم تاخذ كتاب مملكه الجمال اكثر من ما عم تاخذ ليلى، لانه كان هيدا تكريم. دونا كارن كان لي شكر خاص لانه قدمت لي اللبس ثلاث ايام كهديه لحضوري للمملكه. كان في عنا تقدمه لمجوهرات من المملكة العربية السعودية. هل كل هالاشياء كان لها دعم كثير كبير؟ بس لهي عنا اتصالات، نرجع نكمل نحكي عنها. الاتصال. الو الو الو، صباح الخير. الو، بونجور. اهلا، كيفك؟ تفضلي. اهلا، بونجور مدام ليلى. بونجور. بدي اقول لك مبروك اول شيء على الحدث المهم، هذا فخر لنا للبنان كله. شكرا لك. لو سمحتي مدام ليلى، في عندي بنتي عمرها 19 سنة. بعتبر انه بنت حلوة مثل كل هالبنات هالايام. في مشكلة انه عندها شوي بالدقن عم بيطلع لها هيك، في نبسة عم بيطلع لها هيك مثل بقحة شعر. بدي اعرف اذا الليزر مضمون 100% قبل ما فوت بهالشي كله هيدا. لو سمحتي تنوريني شوي لاخذ فكرة مني. معروف. بالواقع لما بيكون عندنا شوية شعر على الدقن ما بنلجأ دغري للليزر، بنلجأ لشيء اسمه الوخز بالإبر أي الإلكتروليسيز. هون بتكون الطريقة سريعة، بتكون عم تركزي على منطقة خاصة يلي هي هالشعرات، لأنه حد يبقى فيه وبر لحتى ما نضطر نقص كل هالأماكن بدون ما نخصص المكان المحدد يلي هو عند الدقن. إنما الليزر جيد جدا ونتيجته جيدة جدا في حال كنا عم نحكي عن منطقة أوسع منتشرة أكثر بالوجه، عندنا مشاكل عند السوالف، عند العنق، عند الوجه ككل. إنما لما بتكون محددة بهالشكل بنصحك أكثر إنه تاخذ علاج بالإلكتروليسيز أي الإبيلاسيون إلكتريك أي عبر التيار الكهربائي. تاخذ نتيجة أكثر جيد جدا بهالحالة. خلينا كمان ناخذ اتصال، ما بدنا ننطر كثير المشاهدين على الهواء. ألو ألو ألو، صباح الخير. صباح النور. تفضلي. معك مدام حسينة. يا اهلا وسهلا. اهلا فيك مدام ليلى. اهلا. بالنسبه للماسك للوجه، كل قد ايه بيستعمل هيدا؟
اي ماسك حبيبتي؟ من البشره السمراء للبيضاء. تحويل بشره سمراء الى بيضاء. انت عم تابعينا من كتاب مملكه الجمال؟ لا انا جبت الكتاب. نعم مش بس هي. بدي اقول لك شغله بالنسبه لبريطانيا، منو متواجد عندكم هونيك؟ لانه عم يطلبوه وعم نودي لهم اياه من هون. ان شاء الله يكونوا عم يسمعوكي دار النشر ويخبرونا اكثر عن انتشار، لانه مثل ما بنعرف نحن من المحيط الى الخليج. أي. الكتاب موجود ان شاء الله، بنحدد لك المكان الموجود فيه بلندن. انما بالنسبه للماسك وتحويل بشره سمراء الى بيضاء، هالاقنعه فيك تستخدميها كلها مره في الاسبوع. أوكي. والوقت المحدد ما بين 7 دقائق و10 دقائق. ما في اي ضرر من تواصل الاستخدام دائما، لانه مع مواصله العلاج رح تحسي كل اسبوع احسن، وبالنتيجه بتحصلي على نتيجه جيده جدا. اوكي ميرسي مدام. شكرا. كمان اتصال مدام عبيد. الو. الو.